فضل مام، يعني أيضا في النهاية بما تنصح يعني عموم المسلمين حين نحتفل بهذه الذكرى ليكن في العام القادم بإذن الله، كيف نستعد لها؟ هل نصوم يوم الميلاد، يوم ميلاده الشريف حسب ما يوافق اليوم، أم نعتاد دائما على صوم يوم الاثنين من كل أسبوع؟ يعني كيف تنصحنا أن نستعد من الآن للاحتفال بميلاده الشريف في العام القادم؟ إحنا كل عبادتنا، كل أفراحنا متصلة بالعبادة. فلما بتيجي عندك هنا عيد الفطر نبتدي بالتكبير، وبعدين الصلاة، وبعدين الخطبة، وبعدين زكاة الفطر قبل الصلاة عند كثير من لغاية المغرب عند الشافعي مثلا، عبادة عبادة عبادة، وإحنا بنفرح. إحنا ما فيش انفصال عندنا ما بين الحياة وما بين العبادة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المعنى ده موجود في كل يوم وفي كل حين. ولذلك فإن صيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم كصيام يوم عاشوراء. إحنا فرحانين فبنصوم، فنصوم. والصيام ومقتضياته، يعني مثلا إحنا النهاردة في المسجد بتاعنا عاملين إيه؟ عاملين مقرأ ما بين المغرب والعشاء. نعم. وبعد ما تخلص المقرأ ونصلي العشاء هم عاملين مديح، الناس تحضر تستلذ في حاجة، في حاجة. فواحد ربنا يكرمه كاتب بيقول تعالوا مسجد فلان اللي احنا بنعمل فيه كل سنة وكل وقت ده، علشان تحضروا ليلة من ليالي القرون الأولى. انت واخد بالك من الجو اللي الناس تحبه؟ الله، داخل فلاقي روحه في القرن الرابع الهجري، الله، لاقي روحه ناس قاعدة في سكون وبتسمع مديح وبيخرج من قلبها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدموع تبكي تنحدر كده، بيطلع بعد كده بيطلع يلاقي شوية حلاوة ياخدها وهو ماشي. الحلاوة دي نسيته النبي عليه الصلاة والسلام. لا طبعا، يعني ما بيعرفوش يقروا. نعم. ما بيعرفوش يقروا الأكوان. نعم. وما بيعرفوش يقروا القرآن. ما بيعرفوش يقروا. نعم. لا أبد، ده الحلاوة دي أضافت مذاقا حلوا حسا مع المذاق الحلو اللي خده روحه. صحيح. مع المذاق الحلو اللي شعر به قلبه. ادي اللي حاصل. ف تملي لما واحد يكره حاجه كده ما بيبقاش عادل. نعم. بارك الله فيك فضل امام، جزاكم الله خير على هذه الاناره الحيه. الله يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك. هنستمر مع حضراتكم بعد الفاصل، وهيكون عرضنا لاجابات حضراتكم على سؤالنا، هل تؤيد ام تعارض الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟ هنرحب بأسئلتكم في أي الموضوعات لفضيلة الإمام بعد الفاصل، ابقوا معنا.